عايش هيدي العجقة، وفي كم سيارة بيجوا شفتوا للساعة 4:30 الصباح. رميزة ومر مخيل وهالمناطق اللي عم يفتحوا فيها هي مناطق سكنية، وكتير ضروري يحترموا سكان المنطقة. بهمنا كتير انهم يسحبوا التراخيص عن الار سي بي، لانه العالم بدها تمشي، في كبار بالعمر، في اولاد، وبدنا الاصوات تنحسر. غير انه جرب تنام بالليل، ما فينا ننام من الموسيقى، ما فينا ننام من الموتورات تبعهم، البوليسيون سونار، يعني ان كان الصوت او ان كان الغبره عندنا بالبيت سوداء. ما بعرف اذا مرخص لهم التروتوار، ما بقى فينا نمشي على التروتوار. هذا التحرك عملناه من بعد جهود من البعض منا، كانوا مؤمنين انه بالمساعي الدبلوماسيه مع المحافظه مع الوزراء المعنيين انه بنوصل لنتيجه، وتبين انه السنه بنروح وبنجي وبنسمع وعود وما عم بيصير هالشيء. منا مستعدين نتهجر اذا كان هدفهم يهجرونا. بفتكر قضينا الحرب كلها 70 سنه ونحن قاعدين وناطرين، فرح نبقى مهما كانت الظروف.